كلنا عارفين إن روسيا مش هتشارك في أولمبياد باريس 2024 بسبب الحرب على أوكرانيا، ولكن اللي ممكن يكون البعض مش عارفه إن روسيا كانت مستبعدة من الأولمبياد حتى من قبل الحرب. الموضوع بدأ في 2016 وبعد أولمبياد ريو دي جانيرو. بعض التحقيقات كشفت إن الرياضيين الروسيين كانوا بيستخدموا المنشطات في البطولات الكبرى. فضيحة المنشطات طالت أكتر من 1000 رياضي روسي. اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من الجانب الروسي إجراء تحليل منشطات للرياضيين الروس. بعد ما روسيا بعتت النتائج اتفاجأت اللجنة الأولمبية بوجود تزوير في النتائج، وبسبب التزوير ده قررت اللجنة الأولمبية إيقاف روسيا سنتين وسحب بعض الميداليات اللي حصل عليها اللاعبين في 2016. وبسبب استبعاد روسيا اللاعبين الروسيين شاركوا في الأولمبياد عادي، ولكن تحت علم اللجنة الأولمبية، وده معناه إن أي ميدالية بيفوزوا بيها مش بتتحسب باسم روسيا، وده اللي حيتكرر في 2024 ولكن بسبب الحرب.